الكتابة هي الدليل الوحيد على وجود الروح، لأننا نكتب بما في داخلنا، بما في أعماقنا. أظن ذلك. نعم. حتى عندما نموت نضع أسماءنا على المقابر حتى لا ننسى. يمكن كمان الذكاء الاصطناعي يحاول أن يجد شيء ما للأبدية مثل الأفاتار لكل شخصية. هل هذا العالم يخيفك؟ لا، ليس الذكاء الاصطناعي الذي يخيفني، هو الغباء الاصطناعي هو الذي يخيفني. كامل داوود، اسمح لي أن أسألك السؤال الأخير. أنت ذاهب الآن إلى قصر الإليزيه لمقابلة إيمانويل ماكرون، ماذا ستقول له؟ أنا كيفاش يقولوا، جيت انفيتي، دعيت كصحفي كمثقف، لأن فرنسا عندها علاقة منذ قرون بالنسبة مع الكاتب، مع المثقف، ليس مع الجزائري، ليس مع ما يسمون العميل الجزائري. هي تستقبل كتاب من رومانيا، صنعوا الأسماء للثقافة الفرنسية. لكن ماذا سأقوله لماكرون؟ لا، أنا ذاهب لكي أسمع ما يقوله هو، ليس المهم ما أقول أنا.